سؤال رقم 24، الشكل المقابل يوضح جزء من حلقة معدنية مركزها X موضوع في نفس مستواها سلك مستقيم طويل يبعد عن مركز الحلقة مسافة 20 سنتي. السلك ده بيبعد عن المركز مسافة 20 سنتي، فإذا مر تيار شدته I في السلك كانت شدة المجال عند مركز الحلقة منعدمة. عشان يبقى ال B عند الحلقة منعدمة، ده معناه إن المركز وصل له مجالين متساويين في المقدار ومختلفين في الاتجاه. يبقى على طول هنقول ان البي سلك هتساوي البي ملف. تمام، القانون بتاع بي سلك ميو في التيار بتاع السلك مجهول على 2 باي البعد 20 سنتي، يعني 2 من 10، بيساوي بي ملف ميو في اللفات بتاعت الملف 3/4 لفة في التيار قيمته 2 على 2 الار باي سنتي، يعني باي في 10 أس سالب 2. التو باي هتطير مع التو باي والميو هتطير مع الميو. يبقى انا دلوقتي عندي هنا اي على 2 من 10 بتساوي 3 في 2، هتبقى الاربعة دي مقام البسط مقام في 10 أس سالب 2. يبقى هقول الاي بتساوي الطرف المتصل على الطرف اللي فيه مجهول، يعني 2 من 10 في 6، 2 في 3 في 6 على 4 في 10 أس سالب 2، تطلع قيمة التيار 30 أمبير. طب يا ترى اتجاهه ازاي؟ ممكن احنا دلوقتي شايفين الحلقة او التلات ارباع الحلقة دي اتجاه التيار فيها كده، السلك قصادها، فاذا كان التيار في النقطة دي طالع يبقى لازم قصادها هنا يبقى التيار نازل عشان يبقى اتجاه التيار مختلف. او نقولها بطريقة تانية، ان لو انا عملت كده ايديا مع التيار هيبقى المجال هنا للداخل يبقى لازم ده يبقى مجاله للخارج، عشان يبقى مجاله للخارج عند المركز يبقى دون كده اكساته يجي من هنا نقط، يعني لازم يكون اتجاه التيار لاسفل من A ل B. يبقى الاختيار الصحيح رقم B ان شد التيار 30 واتجاهه من A الى B.